لكن خلينا نتكلم الأول على بعض النقاط المهمة جدا جدا، ومتعودين في قناة النادي الأهلي دايما إن احنا يعني بنبين الصورة على حقيقتها، ودايما بنقول إن السوشيال ميديا ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، لكن احنا دايما وراء الإيجابيات، لكن دايما بنوضح لجماهير النادي الأهلي لحضراتكم الصورة واضحة وكاملة. حضراتكم عارفين وجماهير النادي الأهلي عارفين أكتر مننا كمان إن يمكن في أوقات كده في السيزون لما النادي الأهلي بيمر بمباريات مهمة أو بيكون عنده يعني خطوة مهمة نحو بطولة أو يعني داخل على مباريات مهمة، في بعض الإشاعات بتطلع، إذا كانت على مدير فني في وقت قبل كده كان بيتكلموا على موسيماني وراحله للإمارات، بيتكلموا كمان لو فاكرين على موضوع كهربا، انتقال كهربا للنادي الأهلي وما أثير بعدها يمكن بأسبوعين إن كهربا لأ عنده مشاكل وهيروح هيرجع تاني السعودية. يعني دلوقتي كمان بنتكلم ويمكن لما بنفتح كل السوشيال ميديا أو الميديا بصفة عامة بنلاقي خبر على ديانج موجود في النادي الأهلي، لا بس هو زعلان، أصله هو مقموس عشان ما بيلعبش، أصله هو عنده بعض العروض، جلاتا سراي بيتكلم مع ديانج عنده عروض في الخليج، ديانج عنده عرض من نادي فرنسي. فخلينا نتكلم بكل أمانة، نقطتين مهمين جدا. المحور الأولاني إن احنا عارفين إن النادي الأهلي قافل عليه كويس، النادي الأهلي عنده لجنة تخطيط بتخطط لعقود اللعيبة بشكل أكتر من الشكل الاحترافي أو من الشكل العادي في مصر، بشكل احترافي كبير جدا، فدي جزئية مهمة جدا إن لجنة التخطيط في النادي الأهلي بالنسبة للتعاقدات بتسير بشكل احترافي ومفيش أي حاجة بتعطل هذه المسيرة. الجزء الثاني على مستوى اللاعبين، اللاعبين كمان مركزين جدا في المرحلة ديت، مفيش أي حاجة واصلة لديانج وديانج زي الفل وبينزل وبيلعب ومبسوط ما عندوش أي مشكلة خالص. موسيماني اتكلم عن النقطة ديت، هو معاه قماشة كبيرة واسعة جدا يلعب ما يلعبش اللي بينزل، ودايما النادي الأهلي متعود على كده، وديانج دخل خلاص في مفرمة النادي الأهلي، عارف اللي بينزل إن شاء الله دقيقة بيموت نفسه، المباراة اللي فاتت نزل في الدقيقة 92 عامل اللي عليه. فخلينا نتكلم إن دايما بنوضح لجماهير النادي الأهلي، لا وأنا فاهم إن جماهير النادي الأهلي فاهمة ده كويس، إن كل مرحلة من المراحل بيكون في بعض الإشاعات، بعض التوقيات اللي عايزة تهز استقرار النادي الأهلي، استقرار النادي الأهلي يا سهام ما بيتهزش من هذه الأساليب، وعارفين ومتأكدين وأنا واحد اتربيت في النادي الأهلي إن الفرقة قافلة على نفسها، إن الإدارة شغالة بشكل أكتر من رائع، الجهاز الفني بيحاول بقدر الإمكان يصحح من أخطائه وبيوصل للشكل المناسب اللي يفرح جماهير النادي الأهلي على مستوى اللعيبة، كلهم منسجمين بشكل أكتر من رائع وكله مركز في المشوار الطويل. إحنا عندنا مشوار على المستوى المحلي الدوري وكمان على المستوى الأفريقي بداية إن شاء الله كمان من يوم السبت الجاي، مباراة مهمة جدا. أكيد.